العريقة من جذورها الرمادية. من أجل إيصال رسالة سلام محلية وأقليمية وعالمية، الأنبار تحتضن مؤتمراً للتعايش السلمي بحضور جمع من الكفاءات العلمية والفنية من مختلف المحافظات العراقية والدول العربية. ولاقى المؤتمر إعجاباً من المدعوين مشيدين بالمجتمع الأنباري ومؤكدين أنه يمتلك تاريخاً عميقاً في التعايش السلمي مع بقية طوائف المجتمع العراقي. اليوم يوم المؤتمر الأنبار الدولي الذي يسعى بها مؤسسة السواعد الأبل للتنمية. نعم، هذا المحافظة اللي ضحى بأغلى ما لديه من أجل البقاء، من أجل السلام، من أجل التضحية، من أجل الإنسانية. اليوم أمسية جميلة جدا في محافظة، في أعز محافظات العراق، ألا وهي محافظة الأنبار، قلب العراق النابض كما يسمونها أهل العراق وأهل الوطن العربي جميعا. نحن من محافظة ميسان، ممثلين عن محافظة ميسان، كوننا منظمات مجتمع مدني جئنا إلى هذه المحافظة في مهرجان التعايش السلمي. وبعد الاستقرار الذي شهدته مدن الأنبار، ازدهرت المهرجانات الثقافية والندوات العلمية في المحافظة لتعكس صورة حضارية للتعايش السلمي الذي يسعى القائمون على هذه النشاطات إلى تعزيزها. حضورنا اليوم إلى محافظة الأنبار لغرض المشاركة في مؤتمر الأنبار الدولي لغرض المساهمة في هذا المؤتمر. شكراً إلى حسن الاستقبال والضيافة. تحيات أهل الديوانية ومحافظة الديوانية إلى أهل الأنبار. هذا المهرجان الدولي الذي احتضنته محافظة الأنبار قلب العراق النابض ضم جميع محافظات العراق من شماله إلى جنوبه، ومثل أيضاً من جميع دول العالم، الدول خصوصا الدول العربية، ليرى وينقل صورة ورسالة للعالم أجمع بأن العراق لا تفرقه فارق. اليوم كان المهرجان كلش جميل. طبعا عراق مصغر من الشمال ومحافظات، والممثلين كانوا كليتهم حاضرين من الشمال إلى الجنوب، من جميع الطوائف. طبعا احنا ما نريد نذكر هذا، كل هالأنبار ترحب بالعراق. وتكمن أهمية إقامة هذه المؤتمرات والندوات في محافظة الأنبار بتعزيز قيم المجتمع والتعايش السلمي وتبادل الثقافات بين البلدان والمحافظات العراقية ذاتها. من الأنبار، مصطفى مهند، وان نيوز.